عينيها ستر وغطا، وفي حضنها الكلفتا من يوم ميلاد قلبي راسي عليها العطا. عينيها ستر وغطا، وفي حضنها الكلفتا من يوم ميلاد قلبي راسي عليها العطا. بختار حياتي وحبها مقدر، ما انا لما شبيت عالحياة دي لقيتني فين. انا مهما اشوف منها او اتكتر، ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. همي وغايتي ومطمعي، ما انا بنهال انا بدعي ولا بذرتي مخلطة. همي وغايتي ومطمعي، ما انا بنهال انا بدعي ولا بذرتي مخلطة. عليها 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 ستر وغطا. عز ما تبقى علاقتي معاها مضطربة، تغيب الضحكة لو كشفوها الغربا. فعز ما تبقى علاقتي معاها مضطربة، تغيب الضحكة لو كشفوها الغربا. في ناس عاملة بتحرسها عشان طمعنا تورسها، تملي الكحكة في ايدين اليتيم مع جبال. في ناس عاملة بتحرسها عشان طمعنا تورسها، تملي الكحكة في ايدين اليتيم مع جبال. بختار حياتي حبها مقدر، ما انا لما شبيت عالحياة دي لقيتني فين. انا مهما اشوف منها او اتكدر، ادعي على ابني واكره اللي يقول امين. همي وغايتي ومطمعي، ما انا بنهال انا بدعي ولا بذرتي مخلطة. همي وغايتي ومطمعي، ما انا بنهال انا بدعي ولا بذرتي مخلطة. عليها 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 ستر وغطا. اي خدمة؟ بلغ سلطان الغمر اني عايز اقابله. بقول له مين جنابك؟ مندوب سراية الملك. شكرا. يعني ده المرسوم اللي اصدره جلالة الملك بمنح رتبة البهوية؟ ايوه سلطان بيه، مبروك. الله يبارك فيك. يعني جلالة ملك مصر والسودان خلاني بقيت دلوقتي سلطان بيك الغمري. انا شاكر جدا. بارك الله فيك، وتحياتي لمولانا الملك لغاية ما نقبل أيديه الكريمة. وكمان بهوية حاجة بطلودة واسمعوه، جنسه إيه الرجل ده؟ طالع واكل نازل واكل؟ أكيد دفع عقمة جامدة في السراية علشان ياخدها يا عمدي. أيوة، ما في ناس طبلجية يستنوا رشوة جوة السراية ويجروا في الحاجات دي. طب ما نشوف الناس دي فين ونديهم كد ما بياخدوا 50 مرة، وهو ياخد البشوية مش بس البهوية. والمرة أنا كمان أخد البهوية. بقى من قلة الرجال هيدوك انت البهوية يا عتريس. بس يا بنت ايش تطلعي فوق؟ ايه اللي مقعدك هنا؟ بشوف اللي هيجرى. تشوفي بس يا دي انت وهي، الحكاية ما هياش نخساكو.
ده الناحية كليتها واقفة على رجل واحدة، تقولش جنابك الملك فاروق بذات نفسه جه فيه؟ ضيق ما هعمل عمايله يا جناب العمدة، فرحته ملهاش وصف. لو تسمع كلامي يا جناب العمدة يبقى لازم تروح تبارك. تبارك له ايه يا جودي؟ بعد اللي حصل منه ده قلب الجرنال على العمدة وجاب له العيال وداهم له وقروا عليه. العمدة يعمل روحه ما يعرفش حاجة، وأكبر دليل إنه ما يعرفش حاجة إنه مش موجوع من اللي حصل ولازم يروح يبارك. بقى عايزنا نروح لحد عنده وجع وقصاد وعيني تيجي في عينه؟ ده أنا لو شفته أقتله. روح له الليلة في السرايا هتلاقيه عامل حفلة وزيطة وتبارك له. الليلة يا عمدة. ألف مبروك يا ست طبيب. شكرا، أنا شاكر جدا. والله البهوية تشرفت سعادتك. ربنا يبارك في قلبك. اتفضل. سالو ديو. ويلكم. كانش يستحقها غيرك يا بيه. هو بالك عم الشيخ قريب قريب قوي، حتبارك لي عليها يا غمري بيه. ان شاء الله بيك شرفت. الف مبروك يا غمري بيه. اهلا بيك. اهلا. الف مبروك يا سلطان بيه. اهلا وسهلا. عقبال بشويه ان شاء الله. الله يبارك فيك، شرفتونا. ماشية ما بين الرجال ولا عميم هيل أدري يا مرات أبويا، هما الأجانب كده مفيش فرق بين الراجل والست عادية. يا ساتر اهدى اهدى. ولا انت يا واد ايه اللي حشرك مع النسوان؟ انزل يا جعر، انزل خليك جنب أبوك وفي ظهره. أنا لا عايز أبقى في ظهره ولا أبقى في وسطه، خليني كده أحسن. اختش يا واد. ايه الكلام الفاضي ده؟ يا خلفة العرة اوعى تتكلم على أبوك كده تاني. ليه بس يا كارة؟ ما اديكوا شفتوا اللي عملوا معايا، طربق الليله كلها على دماغي وسابني لا طايل سما ولا حتى ارض. ايه مالك يا دلوقتي؟ عجلك في النسوان نسخه من ابوك. جوالكم. دول بيقولوا ان بكره صوره رجلي هتبقى في الجرانين كلها ومصر كلها هتعرف ان هو خد البهويه. اختي يا بدريه، رجلك رجلك، ما هو راجلنا كلنا يا اختي. ان انا مش فايجالك يا اختي، ان شاء الله كده ياخد البشويه ونفرح بيه كلنا. ساعتها بقى لازم اخطب بنت تليق مع البشويه كده ومرات ابويا. وانت برضو دلوقتي هتخطب واحده وحشه؟ ده انت ابن الغمر الكبير يا واد، احسن بنت تتمناك يا ولد. ابوك بيحبك ومش هيفوتها لك، وهيشوف لك واحده لازما كده تليق بمجامك. ويكون في علمك يا بدريه، الولد عارف قيمه ابوه. بطلي بقى تكديها نار كل شويه. هو انت كل كلمه تقلبيها كده على طول؟ لما لسانك جوا بقك الليله دي بالذات يا فاطمه. يا بنت هتعملي لي ايه؟ طب لو جدع اعملي لي حاجه كده يا اختي. خلينا نفرح بلاني، لما ليش مزاج للنكد النهارده يا نجاديه. ازيك يا ميسا؟ دلوقتي جمري بيك يقدر يعمل حاجات كتير جاك. Oh, I don't like him. Why don't you like him, Jack? He seems a very generous and nice man. For so many reasons. إيه هي أسباب كتيرة دي؟ ده بهزري مع فوزي. ده تحبي سلطان. بدل فوزي حبه، أنا كمان حبه. المهم أنا حظي حلو. حدف الملك على حفلتي، مع انه اكيد كان راح يسهر في كباريه في شارع الهرم، انما محظوظ بقى. قولي لي انا كده، اديني العصايه. ايه رايك؟ حلو كده؟ الله عليك بدري التمام، لا بيه ولا باشا بيطلع له معاك بحتى قد كده. الله 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 على كلامك، ده مش كلام ده ضرر. من قلب القلب وحياتك، دي كفايه انك حقاني وعادل مع الكبير والصغير. طب الحمد لله، ربنا يخليك ليا نواره. طب بما انك عادل وحقاني، انا عايزه اقول لك كلمتين. قول يا حبيبتي، عايزه ايه؟ عشان حامد.
يا دي حامد، بخصوص الجواز تاني؟ عشان خاطري، عشان خاطري ما تجيش انت والدنيا عليه. خلاص ادي اللي هو عايزها، اعمل له اللي هو عايزه. انا بعمل له اللي هو عايزه، بس ايه اللي حكايه الجواز ده؟ وانا هتجوز من مين؟ من البنت اخت صاحبه دي؟ اعوذ بالله، انا البنت دي لله في لله كده ما بطقهاش. اما مالكش حق، هو الجواز بقلبه ولا بقلبك؟ انا قلت لا يعني لا. يبقى انت مش حقاني ولا عادل زي ما انا شايفك. انا مش حقاني؟ انا مش عادل يا زينب؟ طب ده انا علشان اكون حقاني حرمت نفسي من الخلفه عشان اساوي بين نسواني في ان كل واحده فيهم تبقى زي التانيه، ودول نسوان غريبه بالنسبه لي، كل واحده جايه من بيت. يبقى مش هبقى حقاني وعادل مع اولادي اللي انا جايبهم اللي هم حته مني ضنايا؟ ايه يعني؟ مش فاهم. انا فاهمك. اقعدي. انا في الاول بدريه لما خلفت الدايه، مش واخده بالك، الدايه لوالدتها الظاهر انها كانت ولاية حماره ولا ايه، عملت حاجه بس هي اراده ربنا، اراد انها تخلف وبعدين قطعت الخلف، فانا قلت الحمد لله على ربنا جابه. بعديها الست فاطمه خلفت، فانا بيني وبين نفسي اتفقت معاها ان انا اقطع الخلفه منها بعد كده عشان تتساوى هي وبدريه وكل واحده يبقى عندها عيل واحد. في نفس الوقت الست نوره الله يرحمها كانت خلفت حامد وربنا افتكرها، فبقوا الثلاثه كل واحده جايبه لي عيل. ما كنتش اعرف بقى ان الست كارمن سافرت وهي معبيه وخلفت واحد وقطعت، فكان ربنا اراد ان انا اسوي بين نسواني كلهم بالعدل، كل واحده عندها واحد، مع ان ده قلل عزوتي وقلل عيالي، انما انا استحملت ده على نفسي عشان ابقى عادل بين كل النسوان. وانا بقى يا سلطان هتخليني نجيب لك عيل واحد وبس؟ لا اله الا الله يا ست، سيب الحاجات دي على ربنا سبحانه وتعالى. طب وحامد هتنصفه؟ حامد تاني؟ انا قلت لا، ولا يعني لا يعني لا. شوف يا ام حنيدج، انا هقولها لك بصراحه، انت خلاص فهيصتي بوستي، ما تفهميش ايه اللي حصل بينك وبين عفاريت الجلب عليكي ولا على امك، ما نش فاهمالك خلاص، ما بقيتيش تعملي حاجه صح خالص. ليه بس يا ام كرم؟ دي الناس بتجيني زحفه من كل حته. زحفين من كل حته ليه يا اختي؟ زباينك ايه سحالي وتعابين؟ ولما انت جامده قوي كده مخيبه معايا ليه؟ ربنا يهدك. بس انا فاهمه ليه، اني زكاوتي ما حدش يشك فيه عشان افضل كده على طول اسرسب لك في فلوس. هو انت واخده مني شويه يا وليه؟ ربنا يهدك، لو بصيتي حواليكي كده لحم كتفك من خيري. ايه رايك بقى؟ ده غير اللي ببعته لك والظفر ان شاء الله تطفحيه، وكل شويه تبعتي لي برده عفريت احول. شوفي بقى، كل ما تديني عمل ارشه الاقي زينب دي فردجلوعها وتزيد اكتر. تقوليش يا اختي بتعمله لها هي؟ ما انت اللي مش عارفه تعملي حاجه، ولا عارفه تخليها تخطي على الميه، ولا عارفه تاكليها البيضه بقشرها. اعمل لك ايه؟ كل ما اقول لك حاجه تقولي مش عارفه. انا اللي مش عارفه اعمل حاجه؟ انت اللي بتنجي حاجات ملخبطه زي كده، يعني بالعجل كده ارش الميه. رشيت الميه يا حلوه ماشي، هي مش عايزه تخطي، اجيبها من شعرها واقول لها خطي عشان انا عامله لك عمل. يا مجنوني. وبعدين البيضه ام قشرها بذمه ابوك يا مفتريه، حد يقول اكلي حد يعني اعمل ايه؟ امسك الوليه ضغطها زي البطه زفلص لها البيضه بقشرها فحنكها غصب عنها. ايوه هيبطل سحرها. وهعمل لك انت كمان حاجه، تخليه عبد بين ايديكي. يا اختي انا لا عايزاه عبد ولا سيد، انا عايزاه يرجع زي ما كان معايا زمان. جوزي انا تعبانه يا ام حنيدج، مش عايزه اتكلم. انا الراجل يا اختي ما بقاش جعان، عارفه اليوم اليوم اليتيم بتاعي اللي في السبوع حتى لو جه يكون في نكد، وان جه ما يتكلمش معايا كلمتين على بعضيهم، ويقعد ايه بقى برواند يرغي رغي مع البت المنيله دي ومع الخواجاي. ايه رايك بقى؟ والخواجايه كمان هنعمل لها حاجه جامده. يلا يا ابني انت وهو، نزلوا الحاجات دي كلها ودخلوها المعسكر ورصوها كويس وبنظام. يلا افتح يا ابني ادخل. نو نو، وير ار يو جوينج؟ جو باك. جو باك جو باك. ايه بس ثانية واحدة ليه كده بس؟ أنا عايز أقابل جناب الجنرال بعد إذنك يعني. نو عمدة نو، خد حاجتك يلا وروح، مفيش حاجة تخش الكامب بتاعنا، يلا برا. يا سيدي يا سيدي بس قول له دول هما كلمتين ورد غطاهم وماشي طوالي. نو ماكسويل ويل نوت ميت يو، مش هيقابلك أنت عمدة، يلا يلا روح. Thank you.
اوت. برا انت راجل. يا مساء الفل يا جناب الجنرال، انا جاي راضيك وازورك وجايب لك الحاجات دي كلها هدية صلح وعربون صلح يعني. اوكي سيب هدايا بس امشي انت. تجدهش ذاتي برضو، داني عايز ارجع الود القديم وجايب لك شوية حاجات وصايا، فواكه وحلويات وعلب اشكال والوان، وجايب لك كمان جديان وطيور. امال ايه هدية العمدة غير اي هدية، ومجايب العمد غير مجايب الناس التانية. جرب وشوف، ده انا كمان جايب لك الحاجات دي برخص التراب، مش زي اللي كنت بتاخدها من غيري. شكرا عمدة كتير. تعالى تعالى. ايوه امرنا يا جنب الجنرال. خد حاجات هدايا دي دخلوا جوه كام. تأمرنا تأمرنا. بس إني عايزك يعني تعاين بنفسك وتشوف الفرق بين الحاجات دي والحاجات اللي بتجيلك. بقى كده؟ ما أنا ما كنتش عايز أقول لك أبويا عشان ما تتضايقش، بس ما ينفعش أشوف حد بيخطط لك وأسكت. ده أنت لو ما كنتش قلت لي كانت بقت واقعة بيني وبينك. الله، والله كده أنت بنفسك جبت آخرتك معايا. محدش يتأخر على الفرح. هو معقوله برضه لحد الجناب البيه العمده ده؟ احنا لينا ايام مستنيين ليل سي عتريس. ربنا يتم بخير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يتم بخير. انستونا وشرفتونا. سلام عليكم. سلام. ما تتاخروش بقى. الف سلامه. انستو وشرفتوا. مع السلامه. الله يسلمك. ايه يا ابو العروسه، في حاجه ناقصه؟ كل شيء جاهز. انا كمان اتفقت يسافروا لوكسور واسوان بعد الفرح. محدش احسن من حد. هو انتوا ما عزمتوش الجنرال؟ ها انا رحت له بنفسي واكدت عليه واكيد جاي، ده انا عامل معاه واجب كبير قوي. طب والغمري؟ بعت له مرسال والله جه اهلا وسهلا، ما جاش برضو اهلا وسهلا، ويا دار ما دخلك شر. والله كان على عيني ابن العمده بيتجوز وانا ما احضرش، ده كلام. بس للاسف للاسف انا الليله بره نازله خالص. انا اصلا يعني بعيد عنكم، يعني قاعد بهوات كبار. بلغوا العمده ان انا مش هفوت الفرصه دي، انا هحتفل بنفسي بكره في النازله هنا، هعمل ليله كبيره قوي لسي عتريس العريس عتريس وابوه العمدة ابراهيم عطار. اتفضلوا انتوا بلغوه تحياتي. مع السلامة. مع السلامة. شفت عبد الله؟ بسم الله ما شاء الله. أنا سلطان الغمري. سلطان بيه الغمري. ملك الصحراء. والكبير بتاع نزلة السمان. وكبير الغمروية. إبراهيم عطار، حتة إبراهيم عطار يبعت لي مرسال يعزمني على فرح ابنه. والله عال إبراهيم عطار، بس والله ما تعدي بالساهل عاملة زي دي. أنت ناوية أعملي إيه معاها؟ أعمل هي هتبقى أعماله بس، لا ده زودها أوي أوي أوي. قولي لي أنت الأول، جبت لي النمر اللي طلبتها منك بتاع الناس اللي بيشتغلوا في السرايا؟ يس اوف كورس. ورقه دي فيها كل النمر انت عايزاها. احبك. Thank احبك you. يا كارمن. انت جميله بجد. ثانك يو. ممكن افهم انا؟ هفهم كل حاجه بس مش دلوقتي، بعدين بعد ما اعمل لابنه الليله بتاع الصباحيه بتاعته، عشان ان شاء الله هتبقى صباحيه زي النيله ليه هو كمان. وش المصايب؟ ايوه امك، انت فاكرنا ابوك؟ ايه يا امي، في بلاوي في بلاوي يا ابني، عاوز تحطها على نفوخي. انت عارف احنا بقينا امتى؟
امتى يا امه بقينا امتى؟ بقينا وش الفجر، الفجر هيأذن يا عين امك. وابوك جه من بدري، ولو كان دري انك مش موجود كان زماني انا وانت في الشارع بنلم زبارس. خلاص يا امه، انت عايزانا نترمى احنا الاثنين بجد ولا ايه؟ خلاص اخرس. اني مكان فاتح لحد دلوقتي علشان تتدهول فيه الدهوله المهببه دي. فرحت بالعبد يا مصيبتك السودا. انت مش عارف ان ابوك ما راح لهمش اللي وداك يا واد يا سايب بنت. ايه انت عارفه امه مشكلتها ايه؟ اه يا اخويا. هو مش معانا، عاد بيدور على الفلوس. خليه يدور على الفلوس، مش هو بينبسط؟ انا عايز انبسط انا كمان. عادي عادي يابا. خلاص بقول لك ايه، اسمعني إيه؟ انا مش فاهمه حاجه من اللي انت بتقولها دي. انا عايزاك الصبح من بدري تقف جنب ابوك في تجهيز الحفله، ما تسيبش كل حاجه لابن الخواجايه يا ابن الخايبه. خلاص يا امه هقف جنب الخواجه. خلاص هتقف جنب مين؟ الخواجه يا امه. يا واد بقول لك اقف جنب ابوك. ابوك هقف جنب الاثنين. حاجه تانية؟ انت ما منكش فايده. تعالي يا امه. خلاص اعتبر البيت بيتك. اتفضل بيت بيتك. تعال خش قدام. اسم الله عليك، وانت قاعد زي البدر كده، الشاي يا قلب فاطمه. تسلم ايدك. بالهنا والشفا. بقول لك ايه يا كبير، انت عارف يعني انني ما اقدرش اخبي حاجه على سعادتك. يعني من هقول لك اهو، لا مؤاخذه يعني، وانا بعمل الشاي طلق كده من المطبخ قمت شفت ايه في الجنينه بدريه كده في موقف ما ريحنيش. يعني ايه موقف؟ ولا احكيش. معرفش يا كبير، هي بتتكلم مع حد. حد مين يعني؟ الله اعلم. بدريه استخبى جوه لحد ما امن لك المكان واطلعك على اوضتك لابوك يشوفك. يا حبيبتي خلاص استخبى. بدريه قولي لي، انت كنت في الجنينه دلوقتي؟ ايه كنت بتهببي ايه في الجنينه؟ اني اصلي اني نفسي هفتني على شاي بنعناع، فروحت اقطف عود نعناع. واني عملت حاجه غلط ولا حاجه؟ هي الحكايه نعناع. ايوه. طب ايه اللي وداكي عند الباب بتاع السرايا؟ ما هو حوض النعناع عند بوابه السرايا يا راجلي. ايه يا سلطان، حصل حاجه؟ مالكيش دعوه انت، روح اعمل كوبايه شاي وداني على اوضتك. انا جايلك على الاوضه دلوقتي. مين؟ فين؟ اوضه مين؟ استنى كده روق، الليله دي بتاعتي. بقول لك ايه؟ ايه؟ متكلميش خالص. ايه؟ ما تخلينيش اسود ليلتك الليله. روق. يلا بنت. احسن اتبطل الليله دي. هاتي روح تشم اي حاجه ان شاء الله نعناع. حد اشرب الشاي وخلي اعصابك فل وروق. روق ازاي بس؟ ما هو مفيش فايده، النسوان هما النسوان. ايه الحكايه؟ فهمني الحكايه ايه؟ كل واحده فيهم لو طالت هتولع في التانيه بجاز، مش ممكن يعيشوا في دو بال ابدا. معلش ما تضايقش روحك، تلاقيهم ما يقصدوش، اصل احنا هنا في البيت زي الاخوات. يا حبيبتي زي الاخوات. بلاخ ايه، بقول لك ايه، انا نفسي اتسدت وعرفتش اكل. سيبك من الشاي دلوقتي واعملي لي لقمة اكلها. من عينيا الاثنين، مسافه ما تفرد جسمك تلاقي الاكل قصادك. تسلم ايديكي. وبعدين عايز اقول لك حاجه، الحفلة بتاع بكرة عايزك انتي اللي تحشي الطيور بايديكي، انتي احسن واحدة تعمل البط والبصل في البيت ده. من عندي قبل عندي. تسلم لي عليك يا عودي. بس قولي هو بس ما تأخذنيش، عايز اسألك سؤال. هقول لك وما هاخذكيش. هو انت مش في حزازات بينك وبين العمدة العطار؟ طبعا. انت قصدك يعني عشان بعمل حفلة لابنه في البيت؟ اصلي مستغربه وعايزه افهم ايه الغرض. هفهمك، انا اصلي وبحمد ربنا رب
ربنا مديني عقل بيرلاند بيحسب كل حاجة بالشعراية وموزون قوي، بس ساعات كده سبحان الله بحس ان اللي قدامي ده بيتذاكى عليا، بيعمل لئيم ولا مكار، فانا بقى بعمل امكر من اهله، وانا بيني وبين العمدة ده حزازات بجد، وعشان اخد بطاري منه صحيح فانا برتبها له بس بالهينة واحدة واحدة على حنين كده ان شاء الله. جمري بيك. الو مستر جنرال، وحشني كتير. الو يو ويلكم. نيكست تايم مره جاي انت تكون باشا كبير ان شاء الله. هاوزي مستر جنرال، هاوزي هاوزي ويلكم جنرال، تفضل. ويلكم. اهلا 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 بشوائز. اهلا 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 يا عمدة. اهلا اهلا يا مرحبا. اهلا 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 مرحبا يا رايس. اهلا 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 اهلا. والله ما انا عارف اقول لك ايه على كرمك ده، بس ارجع واقول ما هو ابنك برضه. ده اكيد. امال هو فين؟ مش شايفه معاكوا يعني؟ والله يا سيدي خد عروسته وراحوا يقضوا يومين ثلاثه في الاقصر واسوان. راح الاقصر واسوان. الله الله الله، دي كبرت قوي. الحمد لله على كل حد. ابني انا عامل له ليله زي الفل. تعالى بقى اعرفك بالبهوات والبشوات والعلم الكبار قوي اللي انا جايبهم. يا اهلا وسهلا. وبعدين ده هنا كمان عارف مين؟ مين؟ شمشيرجي مولانا الملك. تعرفه ولا لا؟ ما اعرفوش. هنا اعرفك بيه. الله اكبر، ده انا جايب لك الكبارات كلهم. اتفضلوا. يا مرحب يا مرحب يا ولد. بيننا هنعلى ونبقى فوق الريح. لازم تحسن علاقتك بسلطان بيه يا عمي. ايوه، ده بقى شخصيه مهمه على الاخر. ايه ده، من هنا ورايح هيبقى حبيبي. هم يا عمده الناس مستنياك. ايوه ايوه، ربنا يديم المعروف يا جمري بيه يا حبيبي. انت مش قلت انا مش رايح الحفله دي الليله؟ ايوه، بس مش عارف اخويا سلطان ماله، في ايه؟ بعت لي كذا مره، واخر مره بعت يقول لي لو ما جيتش هسيب ضيوفي واجي لك. عجيبه، هو في ايه؟ مش عارف. اهلا العروسه. والله حبيبي حبيبي. والله انا سعادتي النهارده ما تتوصف، وفرحتي ان احنا رجعنا حبايب ما تتقدرش. ولسه ده انت لسه ياما هتفرح ياما. انت شفت حاجه يا عمده؟ القعده معاك تفرح. وادي احنا هو يعني خلاص النهار قرب يطلع واحنا كاننا المغرب. الحمد لله. بقول لك هتفرح لسه كتير قوي. ربنا يكرمك ويخليك ويسعد ايامك. اهلا بيك. سلام عليك. مع السلامه. سلام ورحمه الله. اهلا خير يا اخويا. اهلا يا خير اخويا. في حاجه؟ في كل خير. في ليك عندي اخبار حلوه قوي ان شاء الله. ربنا هيكرمنا مع بعض. قول لي الواد ابنك فين؟ هو عمران في بيته. الله، ما تفهمني يا سلطان ايه العباره. هفهمك كل حاجه. بقول لك ربنا بعت لك على ايدي فرح كبير قوي قوي. الواجب بتاع عمك الشيخ اخوك الكبير. يالا اتفضل يا حاج اتفضل. يا سلام، اهانا كده ارتحت. اصل لما الحكايه بيني وبين الغمري تبقى كده حلوه وهاديه هعرف افكر على رواقه. بس ابن الاه له معارف جامده قوي. كلهم حكام وكبارات، ده مش بيا وبس، ده بقي حكايه جامده وعظمها ناشفه يا عمدي. وادي احنا اتصاحبنا اهو، اهو ينفع في اي مصلحه. يلا بينا. اتفضل يا عمدي اتفضل. ايش اتفضل يا عمدي. يا عمدة ده انت خير البركة يا عمدي. امسك يا ولا. اتفضل. على مهلك. على مهلك يا عمدة. يلا بينا. اتفضل يا عمدة اتفضل يا عمدة. ايه يا حفني؟ في الجماعة دول مستنيين جنابك من بدري يا جناب العمدة. نعم، يلزم خدمة؟ جاي لحضرتك من المديرية عشان اسلمك القرار ده. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. قرار ايه؟ شوف كده يا جاسم. في ايه يا جاسم؟ قرار بخلع جنابك من عمدية نزلة السمان. ايه؟
مرات العمدة. مبروك يا حميدة، ما قلتش حاجة. أنا قلت حاجة بس، أنت مرات العمدة وأنا وهي مراتات البي. فاطمة دخلي لسانك جوا بقك يا فاطمة، عدي اليوم يا أختي. يا رب كتر أفراح الغوامرية عقبال ما نيجي عندكم كده لما الكبير ياخد البشوية إن شاء الله. هياخدها يا حميدة، هياخدها يا حمد مد يا جمر. إيه الحلاوة دي يا بنتي، خرب بيت حلاوتك، هياخدها. وبعدين أقول لك حاجة، هو الباشا بتاعنا باشا من غير حاجة، هو الكبير يا حميدة. منور يا كرم بيه، نورك عم صلاح ومتشكرين، ألف مبروك يا عمار. أهلا فيك حبيبي، ربنا يخليك. والله العظيم يا عمي ما حد يستاهلها في البلد دي كلها غيرك. يعيش يا حامد يا ابني يا حبيبي، البركه في اخويا. لا اخوك ايه بقى؟ والله زي ما قال حامد ما حدش يستحقها غيرك. وانا ده ممكن يجي عمده بعدين لما يكبر شويه. ما انت عمده ابن عمده، انت لسه هتستنى لما تكبر. انت الشرف الكبير على راي الانجليز. الف الف مبروك يا عمدتنا، الف الله يبارك فيك يا عبد الله، الله يبارك فيك. النهارده عيد يا جناب البيه. اي والله النهارده عيد، عيد علينا وعلى البلد كلها. عرفتي بنت يا حميده، بدريه دي كان يقول عليها ان هي بتحيي كل المناسبات السعيده في بيت الغامري. قومي يا بنت هزيتولك ورقصنا رقصه كده من بتوع زمان، ولا هتفضلي عشان يدور الغفير كده على طول؟ اني غفر يا بنت الكوانجه؟ طب انا هوريكي شغل النسوان على الصوره. نفوخ 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 نفوخ، ايه الدم هيطرشك راسي يا عالم. الف سلامة يا اخويا، الف سلامة. ملعون ابوها العمودية دي، احنا مش عايزينها يا اخويا، احنا عايزينك انت. وهي يعني كانت راحت منه العمودية يما؟ ما هو لسه عمدة جد الدنيا، غير شيء بس عمودية النزل اللي اتاخدت منه. الغمري ابن الحاوي هو اللي عملها، اللي بيتلون على كل لون ويتقلب على مليون شكل. يا مين يطولني رقبته وانا اكتمها بيد. يا باينه انها لعبه قوي يا سلطان. زينب وبعدين ما تتدخليش في حاجه من دي خالص. طب انا خايفه عليك، خايفه على شكلك قصاد الناس. اذا كنت بمعارفك وعلاقاتك قدرت تخلع العمده من مكانك، على الاقل حط حد غير اخوك عشان شكلك وصورتك ما تبقاش وحشه قصاد الناس. شكل ايه وناس ايه؟ معاش ولا كان اللي يجيب سيرتي، محدش يقدر يقول كلمة على سلطان الغمري أبدا. دول مش هيقولوا قدامك، لا دول هيقولوا من وراك. طب سيبيهم يقولوا، وأنا بعون الله هقطع لسانتهم كلهم. أنا خايف عليك يا سي سلطان، إذا كنت أنا فكرت بالطريقة دي يبقى في ناس كتير هيفكروا نفس التفكير. وبعدين بقى بقولك إيه، أنت هتفضلي تقتتي فيا وتقولي لي الكلام من ده كل شوية؟ بحبك وخايفة عليك. يا بنتي انا مفيش حد اصلا يقدر يكلمني بالشكل ده، انا مش عارف سبحان الله انا صبران عليك ازاي كده. عشان عارف ان اللي بقوله من جوه قلبي مش انا مرايتك. طيب يا مرايتي، مادام من جوه قلبك ساعديني بقى، لبسيني العباية ووريني هندامي كده هيبقى شكله ايه، عشان انا في ناس جايين لي بقعد معاهم. كان نفسي تريح شوية، امبارح ما نمتش طول الليل. ربك هو المعين. ايه شكلي معدول كده؟ بدي التنام، ربنا يحافظ لي عليك. ربنا يخليك انت ليا. انت بدر الدوجة بالنسبه لي، انت النواره. سيبك من بدريه وفاطمه، واحده ازعه وواحده مكعبره. ربنا يعين. ربنا يخليك يا سلطان، ربنا معاك. احنا مش ممكن نسكت ابدا على اللي بيحصل ده. ده الغمر مستجل بينا كنا يا جودي، عائلات وعيال ناحية، ما احناش قادرين نمسك عليه حاجة. الخلع جاي من الوزارة والمديرية، ما بين اللعمة ان ده شغل الغمري. ما هو بعد ما خد البهوية فرد قلوعه ومحدش عارف يلمه، وممكن بعد كده يدور فينا ضرب واحنا ماشيين يا جودي. بس ركب
العمده يكون بالسلامه، والحكايه دي يبقى ليها روجه. بس دي ضربه معلم يا كبير. يرجع دي في بيت العطار ومدبره وشيله وحطه، يلفوا حوالين نفسهم يا كبير وبيقولوا ازاي ده حصل. مش ممكن يقولوا كده، لان هم عارفين ومتاكدين ان انا اللي عملت كده. مفيش حد غيري ممكن يعمل اللي اتعمل ده. ما هي باينه زي الشمس يا كبير، وكفايه عمدتنا الجديد يبقى اخوك يا كبير. بس انا حاسس انهم قاعدين بيدبروا في نصيب ومش حاسبوها تعدي كده. يدبروا دي عالم كلامنجيه فنجريت بق، دي شخطه واحده فيهم يتخرسوا محدش فيهم ينطق بكلمه. زينب انت وزيد. انا يا اخويا ليه بس عملتي ايه؟ بتكسري كلامي؟ تروحي فرح الواد ابني ومن غير ما تستأذنيني؟ مش كفايه اخويا؟ اخويا اللي انا كبرته عملته عمده قدام الناس، بس ده اخويا الكبير اعمل له ايه؟ لكن انت، انت مراتي اللي في طوعي وعايشه تحت جناحي ومفروض تسمعي كلامي، تكسري كل كلامي وتطلعيني صغير قدام اهل البلد كلهم وتروحي الفرح من غير اذني؟ لا عشت ولا كنت مكنت قصيت كلامك يا سي السلطان، بس انت قلت لي روحي. قلت لك؟ ما قلتلكيش تروحي، سمعتك اه لكن ما قلتلكيش تروحي. ما قلتليش لا. ما قلتلكيش اه كمان. تقومي تعصيني قدام اهل البلد، تروحي فرح الواد اللي رمى كل كلامي في الارض وطلعني ولا حاجه قدام اهل البلد؟ انت كمان وقفت معاه جاكم نيله. خلاص يا سلطان طلع دي اكفيه، اضربني لو عايز. تحامد ابنك الغالي، ابن الغالي. والله انا ما قصدتش وما فهمتش ابدا انك مش عايز تقولي. وانا عندي دلوقتي سلطان. سلطان رايح فين؟ يعني كان لازم تعملي فيها الحنينه وتروحي فرح سي حامد ده، وعارفه ان هو مش عاوز يا زينب. الله، اديكي جلبتيه عليكي وغدر عليكي غدره، والجلب جلبه ما بيتعدلش منها بسهوله. ليه؟ اساليني انا. انا قلت شوفي ولا كانك بتتكلمي. يا لهوي على برود قلبها، على قلبها يا اختي مراوح كده مش عارفه جايبها منين. ياما زينب ما غلطتش في حاجه، بلاش افترى بقى. كنت عايزه تقتل فرحتي جوايا، اديك قتلتها، وده اللي انا كنت خايف منه. انا ما بخافش، وهقتله يعني هقتله. بطل بلاش خيابه وبلاش الهلفطه دي في الكلام. بكره تشوف يا عم جوده انت اديت بيتك لراجل كتقوله ولا لا. لا هو انت مش هتبقى راجل غير بالقتل وشغل المجرمين. الرجل الصح يفكر ويتصرف في كل حاجة قبل ما يعملها. انا فكرت وهتصرف يا عم جودة. البيت بتابونا والغرب يطردونا، عايزين يرمونا بعد ما يمصمصونا. قاعدين ومرقدين قوي قوي قوي، الليلة فيها إن أصل اللي معرفش.
هم اللي كسونا في المقدر طلعها عايزين ياكلوها ولا قال ايه هيقلدونا ناس في المقدر طلعها عايزين ياكلوها ولا قال ايه هيقلدونا لا ده احنا ما نتثبتش جامدين ما بنتفتفتش لا ده احنا ما نتثبتش جامدين ما بنتفتفتش ولا بناخد صابونا ساكتين ومركزين قاعدين ومرقدين والليلة فيها إنا أصل اللي معرينا هم اللي كسونا